طيب الى نمشي نشوف ماذا؟ تغرير، نمشي الخندق رايك شنو لحد ما الخندق. تبريك هسه. ما شايف انا وهشام بيقول الخندق، احنا مش الخندق. مش الخندق. طيب نشوف. طيب مين عنديكم تزورها في الكنترول بعد ذاك انت تصرفوا. الخندق الواقعة جنوب دونغولا حاضرة الولايات الشمالية على بعد 60 كيلومتر، وشمال مدينة الدبة على بعد 60 كيلومتر كذلك، تعتبر من كبريات المدن السودانية وأقدمها على النيل الرئيس. امتازت المدينة لكونها ميناء نهريا ومركزا تجاريا ومعبرا للطرق البرية والنهرية، إذ تفردت ومنذ زمن بعيد بموقع متميز كفل لها الأهمية التاريخية والجغرافية. عرفت المدينة بكثرة الحصون المنيعة بها، حيث تحتضن عددا من المواقع الأثرية والمعالم السياحية، ويقال إن تاريخها يرجع إلى الفترة المسيحية، أبرزها مملكة الجيلا جيلا والتي ترمز إلى المدينة وحضارتها الموغلة في القدم. كما تنتشر بالمدينة العديد من المدافن لعدد من شيوخ وعلماء السودان الذين نشروا الدين الإسلامي وعلومه ومعرفه. تتحصن مدينة الخندق طبيعيا بالنيل من الجهة الشرقية وبالجبال من الجهة الغربية، وتتخذ شوارعها شكل الممرات الضيقة والمتموجة، حيث لعب الموقع الجغرافي لها والميناء قديما دورا مهما في تميز المدينة تجاريا. تتعدد المواقع الأثرية بالمدينة، من بينها سوق الفاشر وشارع علي عبد اللطيف. توافدت إلى مدينة الخندق مجموعات عربية اختلطت بسكانها الأصليين وهم من النوبة، حيث يتميز نسيجها الاجتماعي بالترابط والتكاتف والتداخل الأسري، وهم في الأصل معروفون بالتجارة والزراعة. منذ أقدم العصور ارتبطت مدينة الخندق بالعديد من المناطق والدول، منها جمهورية مصر العربية، حيث يمثل مركز الشرطة دليلا لتلك العلاقة، والذي تم بناؤه في العام 1902. يعتبر مركز الشرطة من المواقع الأثرية والتاريخية والخدمية التي كانت تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، حتى تم تحويله إلى مركز للشرطة. مدينة الخندق تمثل أحد المعالم التاريخية والأثرية المهمة التي ما زالت تجرى فيها عمليات البحث والتنقيب لمزيد من المعرفة حول تاريخ هذه المدينة. تحية لكل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا عبر صباح الشروق وفقرات صباح الشروق، ويعني جمال مدينة الخندق في الولاية الشمالية بدنقلة، وتعرفنا برضو على تفاصيل مختلفة يمكن بعين كاميرا الشروق. قلت أكيد هذا هو حال كاميرا الشروق، هي جوالة دائماً.